هلا وجوكري، شلونكم ويا الحجر؟ يا اخوان الله ما يضرب بحجار، سويتوا فتنة عبالكم الله يعوفكم، جاب لكم كورونا وخلاكم محبوسين ببيوتكم. خلي فيتكم هسه الجوكر اللي من خلاله ردتوا تهدمون العراق. شباب اللي ما يعرف سالفة الجوكر خلى سولف له. بيوم 1 تشرين اكو شباب طلعوا يتظاهرون بطراني يريدون تعيينات وكرامة. والله شنو دول العالم ليش احسن من عندنا؟ شباب ما تستحي، الله وكيلك. المهم سلطتهم الموقرة اكرمتهم بموت بابول براغسود ممدشن، غاز مسيل على رصاص حي على اعتقالات واختيالات، وسوت لهم الدنيا معجون حمرة. يعني بصراحة الواحد ما يعرف شلون يسولف عن عزوبية هاي الحكومة. المهم صادف ويا مظاهرات الشباب البطران نزول فيلم اسمه جوكر. الفكرة مالته واحد الدنيا تلعب بطوبة فيفكر ينتقم من اللي أذاه بحياته. هالشباب شافوا الفيلم وهواية منهم شاف انه شخصية الجوكر ترمز للوضع بالعراق، وبكل بساطة خلوا صورة الفيلم بصفحاتهم الشخصية وها هي. السلطة معجبها هالموضوع، شنو يعني شباب يتظاهرون ويشوفون أفلام ومتابعين الترند العالمي ويحاولون يوصلون صوتهم عن طريق فيلم أو أغنية على طريقة بلدان العالم الأول، مثل ما صار بأمريكا من استعملوا أغنية مايكل جاكسون They Don't Care About Us سنة 1995 كشعار للمظاهرات مالتهم. رمزية الجوكر بهذا الفيلم تحديدا كانت معنية بإظهار النتائج السيئة للاضطهاد المستمر للشعوب، ورسالة المتظاهرين من استعانوا بهذا الترند العالمي هي انه يا السلطة لا توصلون الشعب لهاي النتيجة من خلال ممارساتكم القمعية. السلطة شافت هاي رسالة بليغة وعالمية، مواجهتها شيء صعب جدا، فقرروا يصنعون معنى ثاني لشخصية الجوكر بس هم يعرفوه، ويروجوا له بفضائياتهم وصفحاتهم على الفيسبوك. معنى جديد لا يعرف الجوكر ولا اللي كتب فيلم الجوكر ولا الشباب اللي شافوا الفيلم ولا ابو السينما اللي عرض الفيلم ولا ابو الشامية اللي يبيع شامية بباب السينما اللي عرضت الفيلم، وسوقوا هذا المعنى المشوه على انه هاي الصورة هي رسالة خفية للتخريب والتدمير، ولبسوا هذا المعنى اللي بس هم يعرفوه براس المتظاهرين، وقالوا للمتظاهرين ذولا انتو مخربين وما تريدون وطن. زين اذا نجي بعلم المنطق فهاي السالفة بالتحديد يسموها معلمين المناطق مغالطة التحريف أو مغالطة رجل القش، اللي هي تأخذ فكرة وتحرف معناها وتنطيها معنى جديد ما إلى علاقة بمعناها الحقيقي، وتجي بعدين تهاجم هذا المعنى المحرف وتطلع منتصر. القضية ما تتحمل تفسيرات، اللي سوته السلطة والمتظاهرين هو استخدام دقيق لمغالطة التحريف واستمرت بالإبادة على هذا المعنى المحرف. هسه المفروض أنهي الحلقة بس أنا أريد أسولف علمياً، هل اكو تأثير للرسائل الخفية او اللاشعورية بحياتنا؟ سنة 1957 اكو واحد عنده شركة مال اعلانات بامريكا بولاية نيوجيرسي تحديدا، قال شباب باركولي اني خليت زبائن السينما يشترون هواية شامية وبيبسي عن طريق شيء اسمه الرسائل اللاشعورية. شنو هاي الرسائل اللاشعورية؟ هذا الشخص ادعى انه 45 الف من رواد السينما شافوا كلمات كانت تظهر على الشاشة اثناء عرض الفيلم، كلمات مثل تناول الفشار او اشرب الكوكاكولا، وهاي الكلمات كانت تظهر وتختفي بسرعة بحيث المشاهدين ما يوجدوها، ونتيجة لهاي السالفة ارتفعت مبيعات الشامية بمتوسط 57.5% ومبيعات البيبسي ارتفعت بنسبة 18.1%. هذا الشخص المجتمع اهتم به بطريقة كبيرة لأنه مسوي له فد تجربة علمية وبها أرقام مخيفة، والعالم كله قام يسأل معقولة أكو أشياء ما ندركها بس عندها تأثير علينا؟ شنو فيروسات قابل؟ بس بالأخير القضية عبارة عن خدعة، طلعت السالفة لا أكو ارتفاع مبيعات بالشامية ولا بالكوكاكولا. أبو السينما طلع وقال أصلاً ما صارت هاي التجربة، وصاحبنا طلع 56 مثل هواي ناس 56ات مرة بحياتنا. إذا القضية عبارة عن خدعة لعد ليش أكو ناس يقولون الرسائل اللاشعورية موجودة وتأثر بالناس؟ والله يا شباب كل شوية دراسات استقصائية وتحليلية راح تلقوها بالديسكريبشن سواها الباحثين حتى يعرفون قوة هاي الرسائل. من سنة 1983 ولغاية 2004 كل الدراسات بينت أنه 3/4 الناس بالضبط يدرون انه الشركات والمؤسسات الحكومية تستخدم الرسائل اللاشعورية وعندهم اعتقاد بتأثيرها عليهم، بس نفس هاي الابحاث ما تأكد هذا التأثير. يعني هسه الناس غلط والابحاث صح، زين الرسائل اللاشعورية موجودة لو لا؟ شوفوا الادراك اللاشعوري بالتأكيد موجود، واحنا البشر كلش عادي نتفاعل ويا اشياء ما ندركها بالوعي عادي. يعني اذا شفنا فد مزهرية بمسلسل او فيلم وحبيناها وظلينا ندور عليها حتى نشتريها كلش عادي. اما الادراك الشعوري فهذا نعرفه من ندرك ضوجتنا او فرحتنا او اي احساس ثاني
يصيبنا. الإدراك اللاشعوري موجود بداخلنا ويظهر بحالة يسميها العلم العتبة الذاتية، يعني ذاتنا البشرية تريد تتخطى حاجز وتصدق شيء غريب ومثير وبيفه جانب ميتافيزيقي يعوم فيما وراء الطبيعة. أما الإدراك الشعوري على طول موجود وفق اسم العتبة الموضوعية اللي هي آلية التفكير. هسه ما أريد أدوخكم بهاي التقسيمات، أريد أعرف الرسائل اللاشعورية مؤثرة بالعالم. يعني إذا فيلم الجوكر برسائل لاشعورية للحرق والتخريب، ليش ولا دولة بالعالم حضرت هذا الفيلم؟ معقولة ولا مفكر أو فيلسوف أو عالم نفس أو خلية أزمة بالعالم قدرت تكتشف اللي اكتشفوه أحزابنا بهذا الفيلم؟ زين إذا هو كل رسائل، ليش انعرض بالسينمات الإيرانية والمواقع الفارسية مليانة صور ومراجعات سينمائية عليه؟ ليش؟ فكرة الرسائل اللاشعورية ماكو، أثرها سحري، أثرها يشبه تأثير الطنطل والسعلوة وطائر الرخ. مو دراسة ودراستين أثبتن هالشي، لا، عشرات الدراسات والتجارب أظهرن أن الرسائل اللاشعورية تأثيرها ويا العدم سوى. عندك مثلا تجربة صارت سنة 1975 على 33 مشارك قاعدين بسينما، قعدوهم وما قالوا لهم شي يريدون منهم، عرضوا الفيلم وخلال العرض طلعت جملة شوكولاتة هيرشي بداخل الفيلم أكثر من مرة، وانتظروا الباحثين مدة 10 أيام حتى يشوفون شنو النتائج اللي تصير، والنتيجة ولا واحد منهم اشترى هاي الشوكولاتة. بس الفيكة وين؟ الرسائل اللاشعورية ممكن تأثر تأثير كلش قوي إذا كنت أصلاً متحفز لاتباعها. وهسه أقول لك شلون. سنة 2002 صارت دراسة غريبة على 81 طالب بجامعة، عرضوا عليهم كلمات مكتوب عليها جفاف عطش، ورا ما قروا هاي الكلمات هذولا شربوا كمية مضاعفة من المي. هم صحيح عطشانين بس الكمية اللي شربوها مال ناس عبالك صدق بهم جفاف. وهنا عزيزي الجوكري ممكن تعرف ان الرسائل اللاشعورية ما راح تخليك تسوي اشياء انت ما تريدها، بس ممكن تمشي وياك بطريق انت اصلا ماشي بيه. وعليه يتوضح انه سالفة الرسائل الخفية الموجودة بصورة الجوكر العلم مطيحظها اصلا من زمان، والمنطق مطيحظها اصلا من زمان، والمشكلة الاكبر ان الرسائل الخفية المشوهة اللي جاي يسولفون عنها ما موجودة اصلا بهاي الصورة، موجودة بعقولهم، عقولهم صنعت هاي الصورة وروجتها حتى تمنع الشباب من حق استعمال الترند العالمي بارسال رسائل احتجاجية للعالم. وبالحديث عن القاتل والمخرب والمعتدي، فإحنا كنا نعرف من الطرف اللي كان يقتل ويقنص ويخنق بالغاز ويهشم الرؤوس ويعتقل ويعذب ويروع وينكل بالناس ويضرب البنات بالشارع، ومن الطرف اللي بس راد وطن. شوفوا المصادر بالدسكريبشن. مع السلامة.